وكنا كنتمنوا باش تغطي الدوره بشكل مباشر للساكنه باش تعرف ما يدور وما يجري داخل اروقه هذا 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 هد المجمع ديال 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 الكازينو. مع الاسف الرئيس يمنع الصحافه لحاجه في نفس يعقوب لانه وكان ما فكرش العجينه عادي اللي جاي يصور ما كان. المهم باختصار الدوره دازت بواحد الطريقه دوزوا بعض النقاط اللي لا تؤمن ولا تؤمن من جوع. ملي وصلنا للنقاط اللي كتهم العقار والتفويت ديالو ديال الملك الجماعي تم تاجيل الدوره الى يوم الثلاثاء بما فيها نقطه ديال العقار ديال مؤسسه بوهوش هذا عضو في المجلس البلدي تم لان عارفين بان غادي يكون عليها الهضره بزاف واجلوها ليوم الثلاثاء الجلسه الثانيه. تم تاجيل تعديل الاتفاقيه ديال المطرح الجماعي لان كان فيها ما يتقال بزاف وتم تهريب هذه المسائل هذه مع الاسف فهمتي مع الاسف فاقد الشيء لا يعطيه وكنتاسفوا بزاف لكم الساكنه. كنا حاولنا باش نغيروا ما يمكن تغييره في هذا الظرف ثلاث سنوات لكن ما لقينا مجموعه ديال الاخوان لا تهمهم مصالح الساكنه بما تهمهم اكثر مصالح شخصيه ديالهم. الدوره اللي دازت اليوم دازوا فيها خمسه نقاط اللي الدوره العاديه لاكتوبر 2018 اللي فيها عده نقاط اللي هما كلهم كيهموا الشان المحلي وكيهموا المواطنين. كما شاهدتم بانه الدوره دازت في واحد الجو من الديمقراطيه فعلا كاين بعض المستشارين اللي كيغوتوا شويه ولكن هناك حقهم حتى ما عندنا حتى مشكل. المهم هي الدوره داز ودازوا خمسه النقاط وكلهم صادق عليهم بالاغلبيه كاين اللي فيهم بالاجماع كاين بالاغلبيه. هاد النقاط كيهموا الساكنه. النقطه الاولى واحده منهم اللي هي مهمه بزاف هو مركب ثقافي بحي ابو العلام. يعني دابا هذا الحي مركب ثقافي موجود التسم ديالو كاين الفلوس ديالو كاينين اشخاص خسر موافقه المجلس راه تمت اليوم. اذا ننتظر ان شاء الله في القريب العاجل ان يبدا هذا المركب الثقافي اللي هو بحاجه للمدينه. المقرر واحد اخر اللي هو مهم بزاف هو المشكل ديال الكهرباء اللي كاين في حيطه محروش ويد فقير وبو العلام. كما سمعنا من السيد الممثل الوطني للماء والكهرباء قطاع الكهرباء بانه باش تحيد هذا المشكل هذا ديال قطاع الكهرباء لازم نخصصوا له بقعه ارضيه لبناء هذا المحاولين اللي هما ثلاثه في تمحروش وحده في الفقير وحده في شارع ابن سينا. على حسب قوله الوقت ما عطيناهم هذه البقعه هذو غادي يبداو في المحولات وما يبقاش هذا المشكل نهائيا يعني حتى هي مهمه بزاف. فيما يخص بعض النقاط اخرى مثلا النقطه الاولى ديال الصحه اللي كنا صدعينا السيد منذ الجاوي للصحه ما جاش اجلناها حتى يحضر. وبالعموم النقط دازوا مزيانين وكل شيء داز مزيان وحنا راهنا اشاره الساكنه وحنا هنا كندافعوا على الساكنه بدون تحيز.